الدولة كان ليها مجهود كبير الحقيقة في إنجاز العديد من مشروعات التنمية الزراعية. أستاذ بلال، إزاي ساهمت هذه المشروعات في تعزيز الأمن الغذائي من وجهة نظر حضرتك؟ بص، احنا خلينا نتكلم بكل حياد وبمصداقية. احنا كنا مجموعة صحفيين قاعدين من أكتر من 5 أيام، فكنا بنقول الرئيس السيسي عمل إيه سيكتب له في التاريخ. أنا قلت 30 يونيو وضع الرئيس السيسي في مقام البطل القومي بالنسبة للشعب المصري. بالتأكيد عدد من الصحفيين بقى اتكلموا عن الطرق والمشروعات والكلام ده، ولكن في صحفي زميل نحترمه كلنا قال معلش سيكتب التاريخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باستصلاح أراضي، لأننا كلنا في فترة الدراسة إعدادي ابتدائي ثانوي كل ده كنا بنقول أن مصر تعيش على 4% من مساحة الأرض الزراعية. والرقم كان ثابت سنوات طويلة. فكنا خلاص، يعني دلوقتي بالثابت أن مساحة الأرض الزراعية زادت. إذن فوجئنا امبارح الرئيس السيسي يجتمع بمستشار الرئيس للتخطيط العمراني ومدير تنفيذي لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وبيتكلموا عن زيادة رقعة الأرض الزراعية، وأن الزراعة هي عصب الحياة، وأن ما تم تحقيقه في مجال الزراعة كلنا لازم نشهد بيه بأنه هو سيكتب للرئيس السيسي. بالتأكيد. يبقى احنا كده بنقول أن المشروعات اللي الرئيس السيسي اخترقها في جميع المجالات كلها تكتب للرئيس السيسي، لأنه عنده إرادة سياسية. حقيقي. والعمران أيضا، يعني من حضرتك ذكرت اللي هو بمناسبة اللي هي المساحة اللي بقينا بنعيش عليها، أيضا العمران زاد بشكل كبير جدا، وأتصور يعني من الحاجات اللي هي صعب جدا الإغفال غفل الذكر عنها العشوائيات اللي كانت غير أمنة، واللي كانت فيها يعني نسب كبيرة عايشة فيها العشوائيات. تكفل أكرامة، حياة كريمة طبعا، المشروع القرن اللي أنا بسميه مشروع القرن. فإحنا بنتكلم عن تحرك غير طبيعي حصل في الدولة المصرية بعد ما كنا عايشين على 4%، دلوقتي بقينا عايشين على الضعف، وبالتالي تم تحقيق نهضة في مجال الإصلاح الزراعي أعلى مما تم تنفيذه في عهد محمد علي. طبعا. احنا بنقول الكلام ده ولا نتودد ولا نتقرب، ولكن بنقول بالأرقام والمشروعات اللي تم تنفيذها على أرض الواقع. وهي يمكن مشروعات في ذات الصلة طبعا، مشروعات صوبات زراعية في منطقة اللاهون في الفيوم، مشروعات سنابل اللي موجود في أسوان، مشروعات استصلاح أراضي بقى موجودة في بني سويف، موجودة في المنيا، مشروعات في الدخلة، مشروعات في الضبعة. فإذا تم زيادة رقعة الأرض الزراعية للأجيال القادمة حقيقي، ولسه يعني في كنا عدد كنا بنقول نحن نعاني من إيه؟ التعدي على الأرض الزراعية. الكلام ده خلص تعدي على الأرض الزراعية. وبالتالي لما وقفت الاعتداء على الأرض الزراعية مش كده وبس، ده انت بتزود الأرض الزراعية كمان.